السلام عليكم، هذا الميساج للمشتركات الجداد في القناة ديالي. ما تنساوش تضغطوا على زر سابوني او لا سبسكرايب او لا اشتراك وتفعلوا الجرس، لان اليوتيوب مؤخرا ولات كتدي بالضروره على الجرس. اذا كنتي مشترك في شي قناة وما فعلتيش الجرس ديال ديك القناة، اكيد ما غاديش توصل بالجديد ديال ديك القناة. فنتمنى انكم تفعلوا الجرس ونتمنى انكم تزوروا الروابط اللي في الاعلى. والان بلا ما نطول عليكم نمروا مباشره لوصفه اليوم. السلام عليكم، معكم حنان، مرحبا بكم في حصه جديده. اليوم غنحضروا ان شاء الله مجموعين كيك بالفراوله. سهله، بسيطه، لذيذه. اكيد خدمتها يعني بمعدات عاديه، يعني متواجده في اي بيت، ومكوناتها سهله. غتحتاجوا غير القليل من الفراوله وغتحضروا كيك لذيذه بزاف تفرحوا بها وليداتكم وعائلتكم. فنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الحلقه ديال اليوم هي حلقه خاصه بامتياز، لانها بالاشتراك مع الاخت مريم بركات من قناه كليك كوك. اخت صراحه طيبه بصدق والله. كان لي الشرف نتعرف عليها ونعمل معها واحد الفيديو مشترك اللي كنتمنى ان شاء الله باذن الله ما يكونش اخر فيديو معها. فنتمنى انكم تزوروا قناتها وتشتركوا فيها، لانها صراحه قناه جد 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 رائعه. انا متاكده انها غادي تنال الاعجاب ديالكم. الاخت مريم حضرت لنا حتى هي تارت بالفراوله، لان كان العنوان ديالنا اليوم هي الفراوله، بما انها متواجده وبما ان الوقت ديال الفراوله هذه ورخيصه حتى في الثمن ديالها. فالاخت مريم حضرت لنا تارت بالفراوله بكريمه الفرانجيبان، شهيه جدا جدا جدا، باينه ما شاء الله عليك مريم، تبارك الله عليك. نتمنى انهم بعد ما تفرجوا في الفيديو ديال الوصفه ديالي انكم تمروا تفرجوا في الفيديو ديال الوصفه ديال الاخت مريم من قناه كليك كوك، اللي غنوضع لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو. اذا الان نرجعوا نحضروا التارت اللي اقترحت عليكم. بالنسبه للكيك انا حضرتها من قبل، يعني حضرتها مسبقا ديجا عندي في اليوتيوب، هو اخر فيديو حطيته في اليوتيوب، وهي كيك اسفنجي بدون خميره كيميائيه. كيك صراحه كتجي زوينه بزاف، نتمنى انكم تجربوها ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الجديد في هذا الفيديو هي دبلومات كريم، فغنحضروها ان شاء الله مجموعين. حتى هي بسيطه، ماشي شي حاجه اللي صعيبه صعيبه صعيبه. اذا نمروا مباشره للمكونات. بالنسبه للمكونات ديال هاد الدبلومات كريم، غنحتاجو 300 غرام ديال لا كريم باتيسيير او لا كريمه الحلواني. انا ديجا من قبل انا حضرتها معكم من قبل في فيديو سابق في قناتي، فغنوضع لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وغنحتاجو تقريبا لواحد من 100 حتى 120 غرام ديال الكريمه ديال الخفق. انا استعملت كريمه بنسبه ديال 35% ديال الماده الدسمه، نتوما ماشي مشكل استعملوا اي كريمه ديال الخفق. وكانت عندي بدون سكر، فضفت لها واحد شويه ديال السكر يعني باش تولي شي شويه حلوه. طربت كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو، الكريمه ديال الباتيسيير ها هي امامكم في واحد الاناء، والكريمه ديال الخفق او لا كريم شانتيي هي امامكم وكذلك في الاناء الاخر. بالنسبه لكريم باتيسيير ديالكم، بعد ما كتوجدوها كتخليوها حتى كتبرد تماما، كتغطيوها بكيس بلاستيكي اللي خصو يكون كيلامس السطح ديالها باش ما تكون لكمش واحد القشره في الوجه، وكتخليوها حتى كتبرد تماما. من بعد ما كتبرد كتطربوها مزيان مزيان، سواء بيديكم او لا بالطراب الكهربائي، المهم خصها تطرب مزيان باش تنسجم عاوتاني مزيان، لانها كتكون يبست واحد شويه فخصها تطرب مزيان. اذا حتى كنطربوها مزيان عاد كنبداو كندخلوا فيها لا كريم شانتيي ديالنا شويه بشويه حتى كتدخل ديك الكميه كامله. فكنحاولوا ندمجوهم مع بعضياتهم، يعني ندخلوا الكريمه ديال الخفق او لا كريم شانتيي نحاولوا ندخلوها في لا كريم باتيسيير غير بشويه بشويه حتى كيندمجوا مجموعين، وهكذا كنكونوا حصلنا على كريمات او على دبلومات كريم. فسهله سهله بزاف، وصدقوني لذيذه لذيذه لذيذه، يعني بكثر ما هي سهله بكثر ما هي لذيذه. فنتمنى انكم تجربوها، انا اكيد انكم ما غتفرقوش معها. وهاد الكريمه هذه هي اللي كيستعملوها بزاف في التعمار ديال لي ميلفوي، لانها بنينه بزاف. اذا نمروا مباشره للمونتاج او للتركيب ديال هذا الكيك. كيف كتلاحظوا معايا انا الكيك الاسفنجي ديجا قطعته، يعني ديجا مقطعه، وحاولت قطعته تقريبا على ثلاثه ديال الطبقات. كل طبقه ديال الكيك كنوضع فوق منها الدبلومات كريم، كنوضع القليل من الفراوله. هذاك الفراوله ضفت ليه واحد جوج معالق، يعني واحد الكميه
قليله ديال الفراوله، ضفت لها واحد جوج معالق ديال السكر سنيده اولا السكر حبيبات، وضفت لها واحد المعلقه صغيره ديال العصير ديال الحامض، وضعتها فوق النار يعني هي كتغلي، وانا كنمعسها هكذا بواحد الفرشيط، وبغيت يبقاو عندي طريفات ما بغيتش نطحنها لان بغيت يبقاو عندي طريفات ديال الفريز ديال الفراوله. فكيف كتلاحظوا هي اللي كنوضع فوق ديك الدبلومات كريم، من بعد كنوضع قطع ديال الفراوله اللي قطعتهم كنوضعهم حتى هما، من بعد كنوضع الطبقه الثانيه. هاد الكيك ما تحتاجش انكم تسقيوها لان ملي كتبقى واحد المده شويه الكيك بوحدها، لان عرفتوا كيك اسفنجي فكتشرب هذيك الكريمه وكتشرب صدقوني كتجي بنينه بزاف، فما تحتاجوش انكم تسقيوها، فغير هكذا غادي تعجبكم ان شاء الله ملي غادي تذوقوها. صافي من بعد كيف كتلاحظوا معايا نفس الطريقه درتها بالنسبه للطبقه الثانيه، وفي الاخير نفس كل شيء بالكريمه اللي عندنا. حاولت زينت الجوانب ديال الكيك لان كتعرفوا دائما دوك الجوانب التحتانيين ديال لي طارت خاصك ضروري تغطيهم بشي حاجه، فحاولت زينتهم اولا غطيتهم بدوك القطع ديال الفراوله اللي قطعتهم بشكل شرائح رقيقه وزينت بهم، وزينت وكذلك بالفراوله من الفوق. كتوضعوها في الثلاجه مده ديال المهم انا بحال درتها في الليل، وفي الغد قدمتها فجات بنينه بزاف، جات زوينه بزاف كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو، طريه هشيشه لذيذه، ما يعني هنايا ما نوصف لكم ما نقدرش نوصف اللذه ديالها. فنتمنى ان شاء الله ان الوصفه ديالنا ديال اليوم بكثر ما هي سهله وبسيطه بكثر ما هي لذيذه، فنتمنى انكم تشجعوا وتجربوها لانني اكيده انها غادي تنال الاعجاب ديالكم. وماشي بالضروره ديروا الفراوله، تقدروا ديروا اي نوع ديال الفاكهه غير وكان الفراوله هي اللي راها متواجده في هذا الوقت ومتواجده بكثره ورخيصه حتى في الثمن ديالها، فعلاش لا ما نصايبوش شي كيك اللي تكون لذيذه بزاف ورخيصه اكيد. فنتمنى ان الوصفه ديالنا ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم لانها سهله بسيطه ما كتاخذش مكونات كثيره، فنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. واكيد الا كنتم من عشاق الكريم باتيسيير او لا كريمه الحلواني بحالي فغادي تعجبكم، انا اكيد غادي تعجبكم. فما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديروا جيم للفيديو، تخليوا لي شي كومونتير كنفرح بزاف ملي كنلقى لي كومونتير ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله مع وصفات اخرين، تهلاو في رياسكم، السلام عليكم.